في أول رد على خسارة المغرب تنظيم مونديال 2026 لصالح الملف الثلاثي، تمنى أحمد رميحي مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية حظا موافقا للمغرب لتنظيم كأس العالم في المستقبل، وذلك بعدما خسر رهان تنظيمه سنة 2026. وأضاف المسؤول القطري الذي دعمت بلاده الملف المغربي في تغريدة له حول مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإعلان عن نتائج التصويت على منافسة المغرب للملف الثلاثي الأمريكي لتنظيم كأس العالم 2026: الأشقاء بالمغرب خسرتم بشرف. وخسر المغرب المنافسة على استضافة مونديال كأس العالم 2026 أمام الملف الثلاثي الذي تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد تصويت إجباري للدول الأعضاء في الفيفا خشية تهديدات أمريكية وطعنة سعودية دعمت الملف الثلاثي مقابل الشقيق العربي. وحصل ملف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على 134 صوتا بنتيجة 67% مقابل 65 صوتا حصل عليه الملف المغربي بنسبة 33 فقط. وجرت عملية التصويت لأول مرة بمشاركة الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الروسية موسكو خلال كونغرس فيفا 68 الذي يعقد عشية انطلاق منافسات مونديال 2018. وهذه هي المرة الخامسة التي يتقدم فيها المغرب للمنافسة على حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم ويخسر، فقد سبق ذلك 4 محاولات لم تكلل بالنجاح أعوام 1994 و98 و2006 و2010.